خليكم معايا، احنا المرة اللي فاتت كنا خدنا الموشن بنكمل الدرس، بس كنا وقفنا عند بعض التمارين، تعال نكمل التمارين وندخل في الدرس الجديد ماشي. ونفتكر مع بعض. اوبجكت مود Object ديو تو انرجي، بقول لي بوت ترو اور فولس. True. حد عندكم شغل مايك او فتح الميكروفون او حاجه؟ No. عشان بس في خرفشه كده. يلا هنحط ترو اور فولس. اوبجكت موف ديو تو انرجي، كلمه ديو تو يعني ايه؟ بسبب الانرجي. هل الاوبجكت الاجسام بتتحرك ديو تو انرجي؟ ترو ولا True. فولس؟ ها؟ True. ترو. True. True. direction of the moving object. direction يعني الاتجاه. of moving object تحرك الجسم. is in the same direction. خلي بالك من الجملة طويلة شوية بس سهلة. بقول لي الدايركشن او ارسمها لكم عشان نبقى عارفينها كده. خليكم معايا. بقول لي كده لحظة تاني، اسف. دايركشن اوف موفينج، الجسم بيتحقق ده كده، الدايركشن الاتجاه كده. بيقول لي ان ذا سيم دايركشن اوف ذا فريكشن. خلي بالنا اول ما يقول لي فريكشن يبقى معناها اوبوزيت، في العكس. اكن واحد راكب عربيه كده وماشي وبيمسك فرامل تبقى العكس. اول ما يقول لي فريكشن يبقى معناها ايه؟ اوبوزيت. اوبوزيت. هل بقى الدايركشن موف اوبجكت تبقى نفس الدايركشن بتاع الفريكشن؟ فول يبقى برافو. فهمتوا الجمله؟ بقى عايزين نفهمها، فهمناها؟ فولز. يلا ناخد واحد واحد. يلا يا سمر، نمبر فور يا 3. ها بوشينج ايه بيبي سترولر اللي هي لعبة البيبي. بوشنج بوش. كونسيدر از ا كونسيدر فورس. كلمة كونسيدر يعني ايه؟ كونسيدر از تعتبر فورس. هل البوشنج بيبي ديت تعتبر فورس؟ ترو ولا فولس؟ فولس لا فولس. ازاي بقى؟ ها ترو. ترو لما امسك عربيه ارفعها ازقها يعتبر ايه دي؟ فورس. يلا يا فاطمه، ترو فاطمه نمبر فور. ذا بادي ايوه موفز ايوه وان وين خلي بالنا دي كلمه ايه دي؟ ان بالانس. احنا خدنا المره اللي فاتت كلمتين بالانس وان بالانس، يعني دي غير متوازنه. البيبي موف وين ان بالانس فورس اكت اون ات. ها ترو برافو، ترو لانها لو بالانس هيفضل واقف مكانه. برافو. يلا يا كريم. زي بادي ويل ذا بادي ويل. ذا بادي ويل اتيل مو موفينج بقول للجسم موفينج هيفضل يتحرك. unless اذا لم don't affect by a force to stop it، يعني العربية تفضل ماشية، هتفضل ماشية إلا إذا في حاجة أثرت، مسكنا فرامل، أنت هتفضل ماشي. أيوه ماشي إلا إذا وقفت. ها ترو ولا فولس؟ ترو ترو ترو. يلا يا سمر. ها بولينج معايا ولا مش معايا؟ يلا انا مش سامعك. ها بولينج از a force ايوه of moving the object away from the بيرسون. person. هل البولينج طريقة من طرق التحريك البيرسون؟ ها ها ترو True. ولا فولس؟ ما احنا قلنا هما قوتين بوش وترو، يبقى True. ايه؟ فولس. False. البولينج از ا فورس اوف موفينج ذا اوبجكت اواي. بول يعني اسحب، هنا اواي اوبجكت اواي بعيد عن او بعيد عن الشخص. وانت لا، البول بيسحبها ناحية، انت بتسحب الحاجه ناحيتك مش اواي فروم. كلمه اواي فروم بعيد عنك، لا اللي بعيد عنك يبقى بوش.
اما البول ناحيتك. يلا ترجع يلا مين؟ معلومات كريم. فريكشن. فريكشن فورث ها ان انكريزس. انكريزيز ذا سبيد اوف ذا بودي فورث هل الفريكشن بتزود السرعة ولا بتقللها؟ خليك بت معايا، اما تبقى راكب عربية وتمسك فرامل، ما الفرامل دي فريكشن، بتسرع ولا بتبطأ؟ بطة يبقى بطة الجملة دي هل الفريكشن بنكريز ولا ديكريز؟ المفروض الجملة فول دي فولس. فولس. يلا يا فاطمة، بص يا جماعة، هاد أنا بحاول، أنا تو ممكن أقرأ ايتشر الأسئلة وبستنوا وأجاوب لكم وتخلص، لكن أنا عايز كنتوا تقروا عشان إحنا بناخد درس دلوقتي. أنا مش بشرح للناس، بشرح لكم أنتوا عشان تتعلموا القراءة. يلا يا بطة، ها تو ستوب. تو ستوب ميفينج ميفينج أموفينج موفينج اوبجكت object 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 وي شود. we should us لا على مهلك، بص انا بعلمكم، لا وي شود يوز we ا should فورس use اون ات اند ذا سيم دايركشن. خلي بالنا عشان توقفيها، يعني لو انت بص كده هقول لك حاجه، حاجه عربيه كده مثلا، بص كده عربيه هنا كده وهي ماشيه كده، عشان توقفيها يو شود فورس، تعملي قوه في نفس الحركه الاتجاه ولا العكس؟ المفروض عكس. يبقى الجمله دي ايه بقى؟ ها فولس. يلا سمر. car stop with they hit a huge هيوج سوليد. ball خلي بالنا كلمه هيوج يعني ضخم، هيوج سوليد، ضخم خبطت في حيطة، خبطت في شجرة، هل العربية بتقف؟ yes أوه. إمنا الأسئلة يا جماعة ولا لسه؟ قالوا بقى yes هنا جملتين كمان بسرعة وينزل، عشان أنا هقول الجملتين دول ونوصل عشان نبدأ نشرح الدرس الجديد. When the force increase, the force increase on the object, the distance which object move will decrease. خلي بالنا أنت راكب عربية والعربية دي انكريز السرعة، القوة بتزيد، هل المسافة بتقل؟ ها ايوه ترو، انت لما تسرع هتوصل بسرعة. Work is the quantity of energy needed to move the object through a force on it. هل الورك هي كمية الطاقة اللي بنستخدمها؟ ها ترو. يلا اخر صح سؤال ده سهل جدا، بقول لي هنا ماتش يعني وصل. بين بوش، مين في دول؟ ما هي باينه اهي، صح كده؟ ادي دي بوش. ايوه فين الجرافيتي؟ احنا لا قلنا شغل جرافيتي الشجره دي، دي ادي جرافيتي. امال فين بول؟ ادي هنا بول. رقم ده ديت يرويني كانت تكمله الاسئله الدرس اللي فات، تعالوا بقى مع بعض، عندي درس جديد تبعه انرجي اند موشن، اسمه ايه بقى؟ انرجي اند ايه؟ موسم الكلمات أكارنس، بكارنس لايت انرجي، لايت لايت انرجي ايوه، ساوند انرجي، ساوند ساوند، انرجي بوتنشال انرجي، بوتنشال انرجي بوتنشال انرجي، بوتنشال انرجي كاينيتيك انرجي، كاينيتيك انرجي جرافيتيشنال بوتنشال انرجي. ايوه على مهليكم، بصوا نقرا، بصوا انا صح بنزل الكلام ده على اليوتيوب، بس مش بنزله للناس، انا بنزله واديه لكم، انا يهمني انتوا. ها قولوا معايا، جرافيتيشنال جرافيكال بوتنشال بوتنشال انرجي انرجي اكتيفيتي، اكتيفيتي براكتس، براكتس براكتس، براكتس هيت ثيرمال، يعني كلمة هيت هي هي ثيرمال، هيت انرجي ثيرمال انرجي، هيت هيت انرجي ثيرمال انرجي، سولار انرجي، سولار انرجي، كيميكال انرجي. الكلمات دي لازم تحفظوها، ولما بعت لكم الفيديو اسمعوه مرة تانية، واللي ما تعرفوش تروح اسمعوه مرة واتنين وتتحفظ لو سمحتوا. حاجة.
انرجي. ايه بقى الانرجي دي؟ نعم. is the ability to work. أجل. ايه كده يا سمر؟ ايه هي الانرجي؟ يا سمر خليكي معايا، صح صح اقري كده. it is ايه؟ It is the ها ability to do work. قولها يا كريم، قولها كده. It is the ability ability to to do do هي القدرة على work. الشغل. يلا يا بطة قولي. ها it is. It is the ability to ايوه do do work. work. تمام اهو، شايفين الصورة دي كده؟ ما بيركب عجلة، القدرة على الشغل، قاعد يذاكر، ده كله انرجي. انرجي طيب is the reason of things occurs. هو السبب في حدوث الأشياء، تتحرك تقف، مين السبب؟ الإنرجي. ها it is the reason of things occurs. اقريها يا فاطمة كده. It is the reason irritable reason 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 of the things zingis occurs. occurs. سبب حدوث. عشان كده، عشان خاطر لما تسمعوا الفيديو تاني، انتوا بتسمعوه مره وتكرروا الكلمات، عمال اخليكم تقروا معايا. يلا يا سمر، تعرف تقريها؟ It is the ريزون. reason of sickness occurs. برافو عليك. رقم ثلاثة، اتش اكتيفيتي، اكتيفيتي اللي قلنا عليها نشاط اهي فوق، نيد انرجي تو براكتس ات. اي نشاط انت محتاجه، بصي عشان تقعدي تذاكري انت محتاجه انرجي، عشان تمشي تروحي المدرسه محتاجه انرجي طاقه، عشان تركبي العجله محتاجه ايه؟ ها انرجي. فهمنا يا جماعه؟ يلا مين يقرا لي؟ عايز كريم يقرا لي الجمله دي. Each ايوه activity activity needs energy، بحتاج activity energy needs to practice. energy to ايوه protect براكتس، براكتس ات. خليك بقى شوف على مهلك، حتى لو غلطنا ايه المشكله؟ اتش اكتيفيتي نيدز انرجي تو براكتس ات. اقريها كده يا فاطمه. each activity ايوه قولي، ما needs تخافيش قولي. غا نيدز. energy ايوه to براكتس ات. practice it. تمام. كمان the energy is essential part in anything we do. الانرجي essential part، جزء اساسي in anything we do، اي حاجه نعملها احنا محتاجين الانرجي. قولي يا سمر كده. The energy is essential اسمها ايه؟ part essential. essential اسمها ايه؟ essential part part it anything we do، يعني شيء anything اساسي لاي حاجه ايه نعملها. اخر حاجه هنا، we need energy for we reading. need احنا بنحتاج الطاقه نعمل ايه؟ reading، meeting drawing، drawing writing، working playing. يعني لو احنا عايزين reading محتاجين energy، drawing نرسم محتاجين energy، writing محتاجين energy، play كل حاجة محتاجين فيها ايه؟ energy. اتفهمت؟ ممكن أقرأها؟ ها؟ ممكن أقرأها؟ طب اقرأ يلا. ها قول. we need need. energy ايوه need energy of لا reading دي فور فور. for reading ها drawing drawing. ها ودي ايه؟ رايتنج. writing and playing. برافو. تمام شوف حاجة تانية، فورمز اوف انرجي، فورمز اوف انرجي، اشكال الطاقة.
ايه هي اشكال الطاقه؟ انا مش عايز اكتر عليكم، انا بديكم معلومات بسيطه، وان شاء الله عندنا برضو حصه بكره هنتفق الساعه كام دلوقتي. فورمز اوف انرجي، في لايت انرجي، عارفين اللايت انرجي؟ الانرجي اللايت ده يعتبر ايه؟ انرجي. اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ بقى قلناها لايت اللي هي ذا انرجي ذات كان بي سين. انرجي كان بي سين. اقرا لي الجملتين دول يا كريم كده. لايت ها؟ لايت انرجي ذا ها؟ انرجي ذات كان بي سين. اقريهم كده يا سمر. لايت انرجي ذا انرجي ذات كان بي سين. قولي يا سما، قولي يا فاطمة. لايت انرجي ذا انرجي ذات كان بي سين. سين. يبقى ده نمبر 1 لايت ايه؟ انرجي. ايه كمان؟ اللي فيه ساوند انرجي. الصوت ده يعتبر ايه؟ انرجي. او الصوت، صوت التلفزيون، الراديو، اي صوت. ها؟ ذا انرجي ذات كان بي هير. يلا يا كريم اقرا كده. ساوند انرجي ذا انرجي ذات كان بي هير. طب يلا يا فاطمة. ساوند انرجي ذا انرجي ذات كان بي هير. قولي يا سمر. ساوند انرجي ذا انرجي ذات كان بي هير. طب ايه كمان؟ ده في كمان هيت، ثيرمال انرجي. على فكرة هيت هي ثيرمال، يعني ممكن اقول هيت انرجي وممكن اقول ثيرمال انرجي. ها؟ ايه بقى دي؟ اللي هي الحرارة. هيت حرارة. مال ذا انرجي ذات ترانسفير فروم هوت اوبجكت تو كولد اوبجكت. اللي تحت ده هوت، والحلة اللي عليه دوت ايه؟ كولد. انرجي ذات ترانسفير فروم هوت اوبجكت تو ذا كولد اوبجكت اور انرجي ان فورم اوف هيت. يلا مين يقراها لي؟ يلا يا كريم. هيت سيرمال هيت او سيرمال. هيت ثيرمال ذا انرجي ذات ترانسفير فروم هوت اوبجكت تو ذا كولد اوبجكت اور انرجي ان فروم اوف هيت. ان فورم اوف هيت. كمان في بوتنشيال انرجي. بوتنشيال انرجي، عارفين لما ننفخ البالونه؟ بص الراجل ده ماسك الايه؟ السهم ده كده، وهو واقف من غير ما يضربه، دي اسمها بوتنشيال. اسمها ايه؟ بوتنشيال. البالونه دي وهي مليانه ما فضيناهاش، اسمها بوتنشيال، طاقه كامنه. اسمها ايه؟ بوتنشيال انرجي. اسمها ايه؟ بوتنشيال انرجي ده انرجي ذات از ستورد. وخلي بالكم من حاجه مهمه، اول ما يقول لي كلمه ستور، اول ما يقول لي ستور، نعرف انها بوتنشيال انرجي. ذا انرجي ذات از ستورد ان ذا ستاتيك اوبجكت، وجسم ساكن، ديو تو اتس بوزيشن. يلا كده اقرا، اقرا لي يا سمر كده. بوتنشيال انرجي ذا انرجي ذات از ستورد ستارد ان ذا ستاتيك اوبجكت ستاتيك static object ديو due تو to its ات ايه؟ position. بوزيشن. فهمنا الكلام ده ولا لسه؟ فهمناه بس تعالوا بقى ناخد الدرس اللي بشرحه ده، هو نقلوه في الدرس اللي جاي، بس عشان انا مرتبه هنا هناخده هنا، بس هو مش موجود في الترتيب، موجود هناخده في الدرس اللي بعد، بس هناخده. في حاجه اسمها ايه؟ سبيد لو. اسمها ايه؟ سبيد لو. قانون السرعه. ايه بقى سبيد لو؟ السبيد قانونه عليه مسائل، لما يطلب منك السرعه بتقول له الديستنس على التايم. بص يا مستر انا هفهمك حاجه، خليكم معايا في اللي انا بقول، لان دي عامله زي الماس. بصوا معايا، ده عندي ثلاث حاجات. بصوا كده، هنا الدي اختصار لديستنس، وتحت اس اختصار لكلمة ايه؟ ها؟
سبيد، والتي تايم. اختصار لكلمة ايه؟ بتعمل كلمة تايم. تايم. انا عندي كام حاجة دلوقتي؟ فريز. ثلاثة. ديستانس، سبيد، سبيد. تايم. تايم. ممكن اقول دي والاس والتي. طب لو قال لي السبيد بتساوي ايه؟ لو انا ناسي ارسم الرسمة دي، فين السبيد؟ اهو بيساوي اللي فوق على اللي تحت، عشان كده قلنا بتساوي ديستانس ديفايد تايم. ممكن نعملها كده اهو بالاس، سبيد بتساوي الدي اوفر تي اوفر تايم. فهمتوها؟ بس مش فاهمها قوي. دي مسائل هنشوفها دلوقتي، ركزوا معايا. انا هديكم القوانين دلوقتي، والمسائل هخليها ايه لحصه بكره عشان ما نتلخبطش. لو طلب مني السبيد السرعه، بقول له بشوف الديستنس كام واسيبها على الوقت كام. طب افرض بصوا كده اجيبها لكم بطريقه تانية. سبيد بتساوي ديستنس، يعني بتساوي ديستنس على التايم، ديستنس على التايم. طب افرض قال لك عايز الديستنس، ها مين يعملها لي؟ بتساوي ده باي ده. ما تتلخبطوش، خلينا في السبيد بس. السبيد بتساوي ايه؟ ها السبيد بتساوي ايه؟ طيب ديستانس ديفايد تايم. نقسم. ديفايد خليكم لما نجيب بالضبط. المسألة هتبقى سهلة. عندي هنا ايه بقى؟ فاست اوبجكت وسلو اوبجكت. عندي كام حاجة؟ تو فاست اوبجكت اجسام سريعة، سلو اوبجكت اجسام بطيئه. ايه الاسدين اللي زي ار ذا اوبجكت ويتش كات بيجر ديستانس ان سمول تايم؟ زي ار اوبجكت جسم كات بيجر، بيقطع مسافه كبيره ان سمول تايم. قوليها كده يا سمر، يلا. فاست اوبجكت معايا سمر. fast object ها زي ار ها object which كات cut بيجر bigger ديستانس that's ان in سمولر تايم. smaller قول يا كريم. object they are the object with cut bigger بيجر ديستانس، distance in smaller time. تمام. امال السلو اوبجكت بقى دي ار اوبجكت ويتش كات اوف شورت ديستانس ان بيج تايم، يعني يقطع مسافه صغيره في وقت كبير. قولي يا فاطمه كده. slow سلو اوبجكت object they are the object such ويتش كات which got short شورت، ايوه ديستانس distance in big time. طيب قولي يا سمر تاني كده. دي سلو اوبجكت slow object they are the object which cut لا اسمها short ويتش كات which cut short distance at big time. قولها كده يا كريم اخر مره، يلا. سلو اوبجكت slow object they are the object ها which cut ويتش short اسمها ويتش distance كات شورت ديستانس، ايوه in big time. برافو عليك. طيب السبيد بقى ذا موفينج اوبجكت از ديفرنت فروم ايتش اذر. انا عندي لما يبقى في اجسام ما بتبقاش سرعه واحده، بتبقى سرعات ايه؟ اما يبقوا عربيتين ماشيين جنب بعض، هل ماشيين بسرعه واحده ولا بسرعه مختلفه؟ ديفرنت. سرعة مختلفة. تمام. ذا سبيد كان بي فاست اور سلو. السرعة ممكن تكون فاست وممكن تكون ايه؟ slow according to the road condition. طب انت ماشية في طريق كله مطبات، هتمشي فاست ولا سلو؟ slow طب الطريق مسافلت وجميل، هنعمل ايه؟ نمشي ايه؟ fast فاست. fast طيب يلا، انا عايز الجملة الأولى مين يقراها لي؟ أنا
يلا هنبدأ كلكم هتقروها، لأن إحنا بنتعلم مع بعض. يلا قولي يا سمر الأول. The speed of the moving object is different from each other. تمام. الجملة الثانية يلا. The speed can be fast or slow according to the read Root condition. condition. Root condition. يلا يا فاطمة ها. The speed. لا Speed. اسمها speed. The speed. The speed of the moving. Of moving object is moving different from object. each other. يلا الثانية the speed. The speed can be boy fast. be fast or slow according to the road condition. اسمع according to the road ايه condition. هنا بقى ديت بروبلمز. لا انا عشان مش هلخبطكم افهموا دلوقتي، عشان احنا ميعادنا بكره الساعه كام؟ زي ميعاد النهارده يا مستر، زي ميعاد النهارده 7:30 مناسب عشان ما حدش يقول لي عندي درس. ها تمام يا مستر، ها تمام خلاص بكره ميعادنا 7:30 هناخد مسائل، بس انا مش عايز اجيب لك عشان ما تتلخبطوش. احنا خدنا انها تمارين، واخدنا كمان لو انتوا فاكرين اي من شويه كده، ها فاكرين كده الانرجي فورم اوف انرجي، اللايت انرجي والساوند انرجي والثيرمال انرجي، واخدنا ايه كمان فاكرين؟ كلمه انرجي، وخدنا الايه الكلمات. انا بالليل ببعت لكم الفيديو، اتمنى تسمعوه وتركزوا فيه. تمام؟ أنا بسمعها قبل كل حصة، نعم أنا بذاكره يعني مثلا يعني اليوم اللي بعده. تمام. انا بقى ببعت لكم شويه اسئله بالليل على على الواتس، وتحلوها لي 5 6 اسئله، وبكره نحلهم مع بعض. تمام؟ تمام. نعم. الكتاب يا مستر ما بعتوش الكاميرا ليه؟ بص انا الكتاب موجود بس ما لقيتش الملاحق بتاعته المشكله، فمش هتستفيدي منه قوي دلوقتي والله. طب خلينا على الترم الثاني بقى نشتغل من ايوه ورا. انا بس انا دلوقتي هحاول ابعت لك ملفات PDF تذاكر منها. انا اللي ايه حاضر من عيني من عيني. مستر، هو الحاجات اللي عدت الحالة دي نحلها احنا واجب؟ ايوه لو كانت موجوده في الكتاب حلوها معاك، وانا ببعتها لسمر تحلها. الحاجات هي اللي هي في موجوده في الكتاب اللي احنا الكتاب عندكم، عارفينها. حلوها في الكتاب. تمام؟ ماشي، يلا يعني مع الأسئلة السلامه. اللي عدت اللي احنا ما كل اللي احنا حليناهاش. حليناه هي أسئلة موجودة في الكتاب عندك، حلها. ماشي وأنا ببعت لسمر الحاجات ديت على التليفون، وهي تقعد تحلها تاني. ماشي، يلا مع السلامة. مع السلامة.